عندك يا ابو سلمى؟ سد شنطتك وخليها على ظهرك. ما عليك ابعد استاذ. لا تقعد بلا زحمة. إنها زيارة تغطي مختلف المناطق الجغرافية العراقية، فالعاصمة بغداد، مدينة السلام وأهلها الطيبون، مهيئة للسلام على قداسته والترحيب بقدومه. ومسكن المرجعية الدينية تصبو وبشوق إلى لقاء قداسته، والذي يعد لقاء تاريخيا بين المآذن والأجراس. وقلعة أربيل بتاريخها القديم وشموخها الدائم زينت لهذا القدوم، وقادة كردستان تواقون لهذا القدوم المبارك. يلا هلا بس اخليك تخلي التسجيل. شوف من تقولي كملت.